معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمختص في الحوكمة الاقتصادية السيد معز الجودي، مرحبا بك. يعيشك بحديثك أكثر وبارك الله فيك على الاستضافة. سي معز، في الآونة الأخيرة كثر الحديث على انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار والأورو. اليوم نجم نتحدث على انهيار الدينار التونسي أم تراجع الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية؟ والله هذا الانهيار هو انهيار مع الكلمه اكيد، وهذا الانهيار هو معناتها كان مؤكد وكان متوقع، لانه الامور الاقتصاديه والماليه مربوطه وهي امور منظمه علميا، فما ارقام ومؤشرات تنجم تخلينا في موقع باش نتوقعوا قبل مده معينه على انه الدينار او العمله نتاع اي بلاد يمكن لها ان تنزل وتنخفض مقارنه بعملات اجنبيه. من المؤشرات التي مكنتنا من هذا التوقع مؤشر الصادرات. الصادرات التونسيه التي انخفضت بعد الثوره التونسيه وتسببت في عجز في الميزان التجاري مع صعود في نفس الوقت للواردات. فالصادرات تخلق معناتها نوع من الضغط الإيجابي على الدينار وترفع من قيمته في سوق الصرف، لكن وقت اللي الصادرات هذه تنزل وتنخفض هذا يؤثر سلبيا على الدينار ويؤثر على القدرة التنافسية، والقدرة التنافسية تؤثر معناتها على الدينار التونسي وقت اللي تنخفض هذه القدرة التنافسية. نعم. في نفس الوقت هناك تأثير قادم من الاستثمارات الأجنبية، وقت اللي الاستثمارات الأجنبية تكون معناتها في حالة نزول ومعناتها تنخفض بالوقت هذا يؤثر على الدينار التونسي ويؤثر على السوق ونسبة صرفه في السوق. وفي نفس الوقت هناك معناتها بعض التعاملات وقعت في المدة الأخيرة وخلت أن بعض المؤسسات الأجنبية تحول مبالغ مالية هامة وتحولها بالعملة الصعبة، وهذا يضغط على الدينار لأن الدينار يقع تداوله في سوق وهذه السوق تحكم فيها عملية العرض والطلب. وقت اللي الدينار يكون مطلوب على هذه السوق لأنه فيه صادرات، فيه قدرة تنافسية، فيه استثمارات، فيه معاملات إيجابية، هذا يرفع من قيمة الدينار. لكن وقت اللي الدينار في هذه السوق يكون معروض للبيع ومعناتها الفاعلين الاقتصاديين يريدون التخلص من الدينار لانهم ما عادش عندهم ثقه في الدينار هذا وفي الاقتصاد التونسي، هذا يؤثر في قيمه الدينار. هذا كله كان متوقع وكان مبرمج، والان وصلنا الى معناتها درجه في غايه الخطوره لان الدينار التونسي يقاس الان سي معز ما هي تبعات انهيار الدينار التونسي او تراجع العمله التونسيه؟ واضح. هو أول حاجة قلت لك أنه الدينار الآن هو 2.26 مقارنة باليورو و 1.65 مقارنة بالدولار، والتوقعات تعطينا أنه الدينار التونسي سيكون في مستوى 2.3 مقارنة باليورو في شهر ديسمبر 2016 و 2.5 مقارنة باليورو في الثلاثية الأولى لسنة 2014، ومقارنة بالدولار سيكون الدينار في مستوى 1.7 مقارنة بالدولار في شهر ديسمبر 2016 وفي شهر وفي الثلاثية الأولى من سنة 2014. نعم. يمكن الدولار في مستوى 1.8 و 1.9، والتداعيات هي على مستوى الواردات التونسية التي تقتنيها تونس بالعملة الصعبة، وإذا الدينار نزلت قيمته ستكلفنا هذه الواردات أكثر مبالغ من قبل، وهذا سينعكس على مستوى الأسعار في تونس، وهذا ما يعبر عنه بالتضخم المالي المستورد، لأنه مع ارتفاع ثمن الواردات من جراء نزول قيمة الدينار هذا سينعكس سلبيا على ثمن معناتها هذه البضاعة في تونس، وهذا ما ينجر عنه معناتها ارتفاع في نسبة التضخم المالي. في نفس الوقت النزول وانخفاض الدينار سيكلف الدولة التونسية ثمن بعض فيما يخص إرجاع الديون، لأن الديون التونسية يقع معناتها في الوقف في البداية يقع أخذها بالعملة الصعبة وإرجاعها بالعملة الصعبة، وقت اللي
الدينار التونسي كي قيمته، معناتها هذا في مكلفنا غاليا في ارجاع هذه الديون لانها سترتفع معناتها بالعمله الصعبه. في نفس الوقت معناتها في كلفه ستزيد معناتها وسترتفع بالنسبه للمؤسسات التونسيه التي تستورد بعض البضائع وبعض المواد الاوليه بالعمله الصعبه. في حاله انخفاض الدينار ستهتز تكاليف هذه المؤسسات. ونقطه اخيره ومهمه هو انه معناتها انخفاض الدينار التونسي هو ينعكس على صوره الاقتصاد بصفه عامه، لانه الدينار التونسي يمثل محرار للاقتصاد التونسي ويعكس معناتها صوره الاقتصاد هذايا ومناعته. الخبير الاقتصادي والمختص في الحوكمه الاقتصاديه السيد معز الجودي، شكرا على هذه الايضاحات. بارك الله.